هاي ملك، هاي شيف، كيفك اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ مشكور. هذا شو الازرق الحلو؟ مصيبة العين شيف. اسم الله عليك حبيبي. شو اليوم شيف مطبخنا من بلاد الشام؟ اليوم ايه، من فلسطين. هنعمل المطبخ العربيه كمان قديم كثير، الفلسطينيه اللي بتشبه كثير كمان مطابخ بلاد الشام بالاجمال. اكيد ما ننسى انه فلسطين على تاثر بالاكل البدوي من مياه الصحراء، بالبحر الابيض المتوسط، محلات معينه، واكيد بالمصر اكيد هي مياه الصحراء عم نحكي، والاكل المصري محلات معينه، بالاكل اللبناني محلات معينه، في حدود كمان من هي اكل بلاد الشام تقريبا بيشبه بعضه، بيختلف شوي بين منطقه ومنطقه بالطعمه، يمكن بالبهارات اللي بتستعمل والى اخره. اليوم حنعمل طبق كبه مبرومه، اللي هي كمان موجوده بسوريا، موجوده بلبنان، موجوده ب هي الكبه العاديه؟ لا بس تيجي لا مبرومه مثل غلو، كبه إيه؟ مثل البرمه البقلاوه يعني. وحنعمل صحن بغل على بندوره على الباذنجان، حلو. وحنعمل الكلاج بالقشطه. اوكي، فحنبلش اول شيء بالكبه. فمثل ما بنعرف الكبه هي اساس، يعني الاساس تبعها هي سوري. مثلا منطقه حلب بسوريا فيها شيء اكثر من 19 نوع كبه يمكن. مظبوط. حنعمل اليوم كبه هي المبرومه. حيكون نعمل اول شيء الحشوه لتبرد، نقدر نعمل حشوه لنقدر نحشي الرولو 100%. حناخذ هيدي طريقه الرولو، هي حصريا للمطبخ الفلسطيني؟ لا لا، في كذا بلد بيعملوها، بس اكيد من التقاليد. يعني اليوم بتشوفي مثلا منطقه اهلم بلبنان بالعياد بتلاقي الكبه بالفرن، فرن الخبز يعني، الحطب على الحطب، بتلاقي كل العالم عم يعملوا. بس هي حشوتها بتكون شوي دهنه، صح؟ مختلفه، كل بلد عندها شيء، ناس بحطوا دهن اكثر، ناس بحطوا دهن اقل، ناس بحطوا لحمه، ناس بحطوا بصل وحار، فالفليفر مش مشكله. حتى بلبنان، اما بفلسطين اما بسوريا، بين كل منطقه ومنطقه بتفرق طعم الكبه حسب شو متاثرين اساسا. وإذا صوب الجبل فيها دهنة أكثر 100%، إذا على البحر فيها بيعملوا كبة سمك، إذا بالداخل بيعملوا كبة باللحمة اللي بتبقى هي عادة معتدلة الطعم، ما كثير طعمها قوية. فلذلك الأكيدة بعدين حسب اللي بتعرفي، كمان ناس بتسافر بتجيب معها بهارات جديدة، بتتعلم شيء بهار معين. مزبوط. فبتغير شوي. صاروا يتفننوا بالكباب، 100%. صار في شيء مثلا محشي بالجبنه، بالسبانيخ، بالخضار، في حتى فيجيتيريان صار كبه طلقين، كبه بطاطا، كله بيختلف حسب المنطقه وحسب شو المطلوب. حنبل، لكن هي حشوه كبه بصل، هي الحشوه العاديه تقريبا. هيدي فيها فستق حلبي مثلا، في الناس بحطوا بس سنوبر او جوز مثلا، هون فستق حلبي. هلا صار في مطاعم بتعمل كبه وبتسميها على اسمها وبتتفنن فيها 100%، لانه يعني بحر الكبه واسع اذا بتقولي. ايه، ومحبوب. ومحبوب. يعني على طول بتشوف الكبه بتكون كابيتايزر، يعني من المقبلات، وحتى بتكون كمان دش 100%. طبق اساسي من كبه مشويه، كبه باللبن، كبه عسيخ، وكل يعني كبه ارنبيه، صح؟ في كبه بالسفرجل، خبرتك مره يمكن. كيف بيعملوا كبه بالاسفرجل؟ الكبه العاديه هي بتنعمل، بس بينعمل صوص بالاسفرجل اللي هي الاسفرجل هي نوع من الفاكهه. الفاكهه مضبوط، بينعمل منه صوص، بينطحن يعني، يعني حتى صوص بندوره بس بالاسفرجل. حلو. ايه، وبينحط الكبه فيها. شلون البصله؟ فهلا اكيد البصل لما يتحمر بيصير لونه حلو هيك، لانه كل ما احمر البصل كل ما حتعطي طعمه هالسكر من البصل الطيبه الحلوه. مظبوط. ايه، هلا اكيد حنحط له اللحمه. البهارات اللي بتستعمل هي 7 بهارات، قرفة، شوية كمون، شوية بابريكا وفلفل، هيدي هي، والبيستاشيو بنحطهم بقلبهم. حنحمر حنحمر شوي البيستاشيو مع شوي. في كمان كبة بالكرز، كبة كرز في، مظبوط، كمان من حلب اكثر هي. هي في كمان فيها تأثر بالمطبخ التركي، لانه بالمطبخ التركي بيستعملوا كمان في كباب بالكرز، موجود بحلب وبتركيا كمان مثلا.